شنو هما الحوايج اللي بقاو فيك، او شنو هما الرساله اللي بغيتي توجهها من خلال هذا الفيديو بعد ما عملتي جوج الفيديوهات؟ وكاين الناس اللي قالوا بان داك الشيء غير كذوب، وكاين الناس اللي كل واحد شنو قال. حنا بعدنا على الضجيج كامل وجينا باش نتكلموا مع الاخت. واش عندك شي رساله بغيتي توجهها للجاليه ديالنا، ديال المغاربه ديالنا الموجودين في ايطاليا، واللي اهتموا لا بالفيديو الاول ديالك ولا بالفيديو الثاني ديالك، يعني اهتموا بالقضيه ديالك، اشنو بغيتي تقول لهم اليوم لطيفه؟ انا بعد المهم عندي في اول ما كان وقع مشكل لقيت اخت وحده بعدا اللي وقفت معايا مسكينه، هي اللي يعني جات من فينيزيا بعيده عليا، انا تقريبا مشي 4 سوايع ولا 3 سوايع باش بعيده عليا، ولان عندها وليدات وحست بيا انا كأم ما عرفتش، ما بغاش تسول على سميتي ولا كنيتي ولا بنت من ولا دايره تطواج ولا خايبه ولا زوينه، حست بيا كأم، ام كتبكي على ولدها. إذن أنا بالنسبة للمتابعة ديال مع الأخت لطيفة، لا ما تبكيش، لأن حنا كنوجه واحد الرسالة غير باش نوضحوا هذا الأمر هذا. أن واحد السيدة، واحد المواطنة مغربية من الكثير من الغيورات ومن الغيورين المغاربة المتوجدين، واللي كنشكرهم بدوري كمواطن مغربي من طبيعة الحال اللي تواصلوا مع الأخت لطيفة أو في حالات أخرى. فاليوم اللي بغيت نقول لكم، لأن تكلمت مع لطيفة قبيلة شفت بأن غلب عليها البكاء، بغيت نقول هذه الرسالة، هذه الرسالة بغات توجهها هي. مرحبا. انا اللي بغيت نقول بان المغاربه اللي كنت كنطلب منكم شي حاجه، انا ماشي كنت باغا نطلب باغا دار ولا باغا شي حاجه، انا بغيت نحس براسي عندي خوتي وعندي شي حد واقف معايا. تخيلوا بان كتدخلي المؤسسه وانت ما كتعرفيش اللغه، كيتعاملوا معك بحال المسطيه، يا اما يحلوا لك الباب يقول لك خرجي. تخيل بانك ملي كتدخل تبغي دير شي كايب، واحد تيتكرفص عليك عام ونص هو كيخطط لي وانا ما عارفاش. ربما انا ماشي غبيه كما قالت لي هي سيده ديال الكوموني، قالت لي ستوبيد وانا ما عارفاش، انا ماشي غبيه. انا كون كنت في بلادي غنكون انا عارفه. دابا انا كنطلب في الناس المغاربه يعني لخوتي، انا ما كنطلبش شي حاجه اللي كاين اللي بحال اللي ساعدتني سيده في اللغه، بحال حاليا دابا فوقيت محاميه طاليانيه وما كنعرفش اش نقول ليها. تخيلوا بان باش نقول ليها قصتي تنطلب الناس اللي يقولوا ليها. خوتي المغاربه انا كنطلب منكم باش تساعدوني وحاسوا بيا بان كأم ما عارفاش، ما عارفه لا منين نقدم ولا ما نوخر، حاصله دابا بوحدي. اذا الرساله ديال لطيفه واضحه، ولا سمحتوا لي غادي نزيد نوضحها، انا تكلمت معها لساعات وساعات طويله، ان الاخت لطيفه يعني كترجاكم وكترجى منكم الخير، يعني وبغات تحس، بغات تحس بكل مغربي وكل مغربيه بان واقفين مع القضيه ديالها، واقفين معها في المحنه ديالها اللي كتمر منها من طبيعه الحال كأم وكمواطنه مغربيه. لان الحقيقه يعني بعد ما اكتشفت انا شخصيا كنت سمعت شي مسائل، ومن بعد ملي شفت الوراق وطلعت على شي امور يعني مباشره، لان كنتواصل معها تقريبا شهرين هذه ولا 3 شهور، ولكن اول مره جلست معها مباشره، فاكتشفت من طبيعه الحال واحد المجموعه ديال الامور اللي كانت صراحه مجموعه ديال المغالطات. ومن هنا كنوجه واحد التحيه يعني لجميع المغاربه لا في ايطاليا ولا في دول اخرى ولا في المغرب اللي كانوا اتصلوا بنا او اتصلوا بجهات اخرى كيبحثوا يعني وكيقلبوا انهم يعاونوا هذه المواطنه المغربيه. وكيف سمعتوها على ان ما كتطلبش شي حاجه ماديه، لكن كتطلب على ان توقفوا في جنبها في قضيه العداله واسترجع يعني الحق ديالها في الطفل ديالها، اللي ان شاء الله غادي يكون هذا الحق ان شاء الله يعني بقدره الله ومن طبيعه الحال بالتعاون ديالكم وبرفع المعنويات ديالكم، لان انا حسيت بها بان الشيء الوحيد اللي كينقصها هي ان يترفعوا المعنويات ديالها. من طبيعه الحال عندنا الثقه الكامله في القضاء الايطالي على ان الحق ديالها غادي يرجع لها، لان داكشي كله اللي كانت دار لعدم معرفتها للغه اولا، ثم لجهلها للقوانين الايطاليه، خصوصا في هذا المجال ديال الاطفال اللي فيه واحد القانون يعني صارم وما كيتسامحش، يعني ما كيخلي حتى شي حاجه كما كنقولوا حنا. اخر كلمه لطيفه. انا ما عرفتش، انا بغيت نقول انا المهم انا الله يكثر خير هذا السيده ناديه، انا ما عمري غادي ننسى خيرها، لان الاغلبيه ديال الناس في الفيسبوك كاين اللي كيشوف لي يدي ويشوف لي حوايج بي، شوفوني لداخل ديالي انا راه ام لقيتها فاش تقرحت، ما مشيتش نفكر باش نبدل حوايجي باش نجي عندكم، انا جيتني شان كنقول نهضر مع خوتي اللي غيوقفوا معايا لان انا ما عارفاش، وتا دابا كنطلب بكم توقفوا معايا لان انا ما عارفاش. إذا كلمة الأخيرة وكلمة يعني اعتذار والتماس مجددا وطلب من جميع أفراد الجالية المغربية، أنكم من طبيعة الحال الرسالة ديالها واضحة، وكنشكرك لالا لطيفة على سعة الصدر ديالك وكذلك على الصبر ديالك الجميل، وأنت مرحب بك ما بين خوتك وخواتاتك المغاربة. شخصيا هذه شهادة، كثير من المغاربة والمغربيات اللي كتبوا بزاف وباغيين يتعاونوا كل واحد باش قادر يعاون أو باش قادر يعني يفيد ولو كما قلت لكم معنويا.
اذا في انتظار الفرحه الكبرى ان شاء الله اللي غادي نرجعوا معاك بهذيك المناسبه، غادي نخليوك للطيفه وغادي نتمنوا ان شاء الله التوفيق، وكنطلب من الجاليه المغربيه وخاصه الفعاليات اللي هي ناشطه داخل المجتمع المدني او الحقوقي وكل واحد اللي يقدر يساهم، وكذلك السلطات المغربيه الاعتناء بالقضيه ديال الاخت لطيفه ويعني وناس اخرين اللي في نفس الوضع ديالها او اللي عندهم مشاكل من هذا القبيل. تحياتي للجميع، اذا المرداد يحييكم والى اللقاء بكم في فرصه قادمه.